تم بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة تروم بلورة مشروع بحث مشترك بشأن صياغة ميثاق دولي للحفاظ وصيانة التراث المادي واللامادي لمدينة الصويرة، يعرف باسم ميثاق الصويرة والذي يجمع المؤسسات الجامعية الرئيسية بالمدينة. ميثاق الصويرة يشكل لحظة تاريخية، لقد تمت صياغته بشراكة مع جامعة لاسبينزا بروما من أجل الحفاظ على تراث المدينة وصيانته، وأنا ممتن للغاية لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط لجعل هذا الاتفاق الحيوي بالنسبة لمدينة الصويرة ممكنا. الاتفاقية تتكرس واحد التوجه اللي تعطوا له واحد الأهمية كبيرة في الوزارة من خلال المدارس الوطنية للهندسة المعمارية وعلى وجه الخصوص المدرسة ديال الرباط، واحد التوجه للاشتغال وللبحث التطويقي فيما يخص قضايا ديال التراث بشكل منفتح على أولا الفاعلين المحليين من مجتمع مدني، من منتخبين، الوكالة الحضارية إلى غير ذلك، وبانفتاح والتعاون مع الخبرة الدولية في هذا المجال. وتأتي هذه الاتفاقية كثمرة للتعاون المرتكز على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي الموقعة سنة 2016 بين كلية الهندسة المعمارية في سابينزا بروما والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.